بلغ العذر دلال. هلا اذا رشيتك بالمي بتروحي بتشكيني لامي. انا رشيتك بالمي؟ يبعت لك حما شو بتحبي تبليني. لا مسكينه والله القط بياكل عشاكي. فكرك ما شفتك يعني. تعي لقلي. ايه اخي شو بدك تقلي؟ صوتي صوتك. بدي اسالك شو صار مع عمال لطفية؟ يعني ما خلصت الجهاز؟ ما بعرف. شو ما بتعرفي؟ يعني العرس بعده بموعده ولا تأجل؟ لا ايوه ليش لحتى يتغير موعد العرس؟ اكيد لساعته بنفس الموعد. طيب ليكي بدي اياكي تقسيلي تفهميلي من امي، بس انا ما سألتك شي بنوبها. خلص اخي اليوم رح اعرف لك كل شي. ايه الله يخلي لي اياكي. عصام يا مو قبل ما تروح الله يرضى عليك، طالع لي جبن الكبة من المطبخ وحط لي اياه بالليوان. حاضر يا مو حاضر. جميلة استني. شو كان عم يسألك عصام؟ كان عم يسألني على العرس إذا لساته بموعده ولا تغير. يا مو شو قلو إذا رجع سألني؟ شو بدك تقلي له يعني؟ ليش أنا بعرف شي؟ مو بدنا نستنى صاحبة العصمة لتخلص. ومين هي صاحبة العصمة يا مو؟ فريال خانهم بنت العز والرز. مين يعني؟ بدك شي يا مو؟ لا سلامتك يا مو. يلا بخاطركم. الله معك مع السلامة. عصام لا تنسى لي اللبنات. حاضر يا مو. وانتي وليه؟ لهلا ما خلصتي؟ حاضر يا مو لكني عم بشتغل.